ميت النادي الافريقي ولكل وقت باش تهز البطوله في رادس. تعرف جماهير النادي الافريقي في رادس كذا، فهمت؟ الجماعه هذيك فما ضغط، فهمت؟ انا بالنسبه لي انا العكيره يعرفوا لي الى حد الساعه هذيا لعبت معاهم الحمد لله، معناها ما بخلت بحتى عرق، فهمت؟ واعطيت ما عندي، والدليل معناها بعد معناها قعدوا يحبوني والى الساعه هذه قاعدين يحبوني، فهمت؟ النادي الافريقي وقتها معنيه بالبطوله، والاتوال وقتها كيف كيف معنيه بالبطوله زاد الاتوال. بون صارت كواليس وقتها، تعرف في كل جمعيه في العالم الاسلام يشجعوا جمعيات، فهمت؟ مثلا انا باش نلعب مع جمعيه اخرى يجيك مثلا النادي هذاك يقول لك باش نعطيك فلوس كبش لي في الاتوال اللي هي الاتوال عن طريق محمد الميلادي، وقتها محمد الميلادي ولدهم، فهمت؟ ولد غنيا في النجم ولا وقتها معز ادريس والناس الكل اعطونا وقتها 15 مليون في كل لاعب، الكل 15 و 17 قلت قبل 17 15 الزون هذيك ماك تعرف ينجم يزيدك مليون هي كيفاش تبدا؟ بون تنجم تبدا حتى بالعشره، يجيك الاخر يقول لك انا باش نزيدك زوز، الاخر يزيدك في اللحظه هذيك وقتها 15 وقال لك زادكم زوز باهي معناها 17 مليون. هذه معناها معلومه، معناها ينجم حتى في اي جمعيه يجي يعطيك معناها من الاول مونتون ويقول لك من بعد راني نزيدك. فهمت؟ معناها عاديه الحكايه. والفلوس ضمنهم محمد الميلادي. اي وقتها باش هاتو هو محمد الميلادي قال مش برشا يا اخي تسوى البطوله هي. لا عادية. كان كل واحد 17 مليون. عاديه على الاخر 17 مليون قداش باش يجيو؟ الملاعبين كل 20 ملاعبين قداش؟ برشا فلوس. 140 مليون. باش ربح منها البطوله. تي 140 مليون يعطيهم واحد في قهوه وقتها. حكايه فارغه. حكايه فارغه بالنسبه معناها لك الاثرياء بتاع بتاع تونس والكورجيه حكايه فارغه. فهمتك. تي ساعات واحد يعطيك كره بنتي توا خلتوا على 17 مليون هذوك. انا شخصيا مش نكذب عليك لعبت ضد فريقي نادي الافريقي وفي نفس الوقت متقي الله في خدمتي لابس مريول جرجيس. ومتقي الله في 17 مليون زاد. خاطرهم حلال اي خاطرهم حلال محلل انا لاني كذا لاني كذا جا قال لك راهو 17 مليون جمعيتي ذيك النادي الافريقي واللي معناها كي تلعب في النادي الافريقي راه فما حاجات اخرى. انت يعني بحكم الولد الكلوب ما حسيتش بالغيره على جمعيتك وقتها ولا ما يهمكش فلوس كهو. شوف انا وقتها محترف. الجملة الشهيرة هذيا والله بالحق. وانا اسلام ما ندخلش في الحسابات الضيقة بصراحة. لا ما صارش عليك بريسيون بحكم انت ولد الكلوب؟ صار عليا على الاخر بالطبيعة، الوالد نتاعي الله يرحمه في الحانوت نتاعو في شارع كارتاج، على اخواتي كيف كيف كذا يكلموا فيا ما نكذبش عليك. نتصور لو من جهة الكلوب ستيا باش تسيب لنا ومن جهة الكلوب اللي كونتر الكلوب انت باش تسيب يتهموك. الكلوب من بعد تعرف حتى بعد اللعبة لحد الآن معناها فما شوية ملامة كيفاش أنا ما كبتش. نخدم على روحي متقمص زي ترجي معناها جرجيس، خدمت على روحي واعطيت كل ما عندي وكهو. عملت ماتش باهي انت وقتها. عملت ماتش باهي والحمد لله. غاضوك 17 مليون الحقيقة، اما اكثر حبيت الكلوب تربح عاد ياخذ 17 مليون. توا وانا معناها مرتاح. توا انا مرتاح الكلوب هز البطولة، اما وقتها الفلوس. باهي. كان وقتها ملاعبيه مصحين في الاتوال ظهر لي زاد من جرجيس. اي عبد الرحمن بعبوره وقتها، هي المشكل كل على عبد الرحمن بعبوره. بحكم انه وصديق جبنون زاد. فك. اي اما اكثريه عبد الرحمن بعبوره خاطره جول تبارك الله معناها وقت جايب روحه. عدى سيزون كبيره وقت. احسن حارس وقتها في تونس. عمل العقد معناها 5 سنوات مع النجم الساحلي. خاطر كان ترجع تو عبد الرحمن بعبوره يقول لك اللي عملته الكل مثلا وتياح وكذا. راني معناها راني ندم عليه، وهو صاحبي معناها عبد الرحمن يبات معايا في الشامبر معناها يحب النادي الافريقي. كلوبيست هو. اي يحب النادي الافريقي وطلب السماح بعد، فهمت؟ بون يحب جرجيس هذيك بلاده، اما يحب النادي الافريقي وطلب السماح، وانا نعرفه عبد الرحمن على مستوى عالي تفكيره، فهمت؟ ومتربي برشا وحارس عملاق، خساره حارس عملاق عبد الرحمن، عملاق. تضرب بين الشوطين؟ هو المحل نجم يجاوبك، اما انا اللي شفته. انت قلت لي صاحبك كنت موجود. اي صحيح. اللي شفته انا ينجم هو عنده راي اخر، اما اللي شفته بعيني نجم يكون هو 60,000 جمهور الكلوب ما تعملش معاهم شيء، فهمت؟ الكلوب احنا خاسرين رابحين مش مروحين. ديجا بعد الكارت كسرت حتى خسرنا عمل فهمتك البروفوكاسيون وكذا، حسيت معناها كذا
وهو راهو معناه هو معناه راهو الجواب الصحيح عنده. اما انا حسيت وقتها حتى توكي نحكي معاه حسيت شنو؟ معناها معناها صارت برشا معناها بروفوكاسيون تضرب معناها اذا فوالا في التونيل هذايا عندك فكره شكون ضربه؟ شوف انا اللي شفته بعيني اللي شفته بعيني والفيستيرات اللي شفته بعيني ما صار شيء حتى شيء ما صار اللي شفته انا بعيني معناها وهذا شاهد. ما علاش قلت لي تضرب؟ ليه في اللعبه في اللعبه في وسط اللعبه هو خرج في وسط اللعبه هو خرج معناها ضربته كلها في وسط اللعبه ولا انا نحكيك في التونيل بين الشوطين لا 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 حتى واحد هذا فاش نحكي لك ما صار شيء حتى واحد ما تضرب مستوى وقت معناها معناها المسؤولين تاع النادي الافريقي على مستوى عالي عماد ترابلسي كان في الكلوب وقتها بو وقت الوقت هذاك عماد ترابلسي وبالحسن ترابلسي ما خفتوش واللي يحكم في الامن وقتها بون جلال بودريغا اللي هو مكشخ وقتها فهمت شوف انهارتها النادي الافريقي هزت البطوله اسلام راهو عن جدار هزت اي متفاهمين متفاهمين عم نحكي على الكوليس هذوما ما خفتوش انتم بوجود عماد بالحسن ترابلسي وقتها صارش عليكم ضغط مو تسمع منا وتسمع منا ساعات يجيك وقتها عم علي بعبوره فهمت كان كذا وباش يزوكم الحبس وباش تمشيو ما نعرفش شنو فما شنو رئيس النادي كان يقول لكم باش يزوكم الحبس هكا في بعضنا مسؤولين نتاعنا وقتها كذا فما شكون يتاثر فما شكون معناها ما يتاثرش فما شكون يخمم في الفلوس كهو فما فهمت هو شخصيا ما هددكمش مثلا عماد ولا حاجه عماد لا لا اللي قدامي واللي على وذني لا حتى كونتاكت حتى كونتاكت الكواليس وقتها كيفاش؟ الكواليس الكواليس معناها في 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 التونيل اللي ما صار شيء وقتها اللي شفته انا بعيني ما صار شيء عادل بالخير كان موجود وقتها زاد فوالا عادل بالخير فما كجازتك المشهوره هاكا توا حاطينها هنا انا خارج وعمل لي هكا على بالضبط اي عمل لي زعما زعما اي خاطر قلت لي ما صار شيء هاو صار لا هو عمل لي هكا اما ما صار شيء كي خرجت انا بالضبط خطفتني الكاميرا زعما زعما هاكا سي ومدري هو الدليل هاك شفت دوزيام ميتون كيفاش و بريمير ميتون كيفاش الحمد لله يقول لي رشيد الزمردي يقول لي عماد ماهوش في الكلوب 2008 فوالا ما كانش في الكلوب وقتها فوالا يوريك اللي هو خاطر كان موجود عادل بالخير وقتها كنت هو كان عنده علاقه خاصه بعماد وقتها فوالا اكي تناوش من برا صحيت ينجم يكون ينجم يكون حاضر وقتها بالحسن ترابلسي والله اعلم ينجم يكون حاضر فوق مش حاضر هذيك حاجه اخرى لكن النادي الافريقي هز الشامبيون نتاعها جداره وتستحقها ويسلم عليك ذكر اللواتي تحيه يوجه لك تحيه يسلمك ويسلمك دونك تحفيز كان مشروع معناها من الايطوال اي ليه حتى توا اخي توا شوف انا نقول لك معناها احنا لعبنا هي ما انتم تلعب باسم جورجيس معناها شوف انا لعبت في برشا جمعيات هذه راهم مش كان في تونس اسلام في اوروبا اسال على الناس الكل تجيك جمعيه تقول لك خويا كبش لي في الجمعيه هذيك هاي تاخذ فلوس فاهم عاديه معناها معمول به المهم تبعد ماك الحكايات الزايده والبيوع والشراء واللغه هذيك فهمت